وأجواء جميلة تصاحبها هنا في ملعب لوسيل، واللي واضح بأن في أفضل أحواله لاحتضان المباراة. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. واليوم لدينا مواجهة كبيرة في ربع نهائي كأس العالم، إنجلترا في مواجهة فرنسا. الأمور تشتعل أكثر وأكثر في المسابقة مع تبقي 8 فرق فقط في هذه البطولة، والكل عين على حجز مكانه في السيمي فاينل. 90 دقيقة سنتعرف من سيمر إلى نصف النهائي. روع عبابي يستعيد الكرة هنا في مكان خطير، راحت عند فيليبس، فرصة للتقدم في المباراة. يا الله، مرونة غير عادية من لوريس. غريزمان، جوليس كوندي، كومان، الكرة تصل لغريزمان، وصلت عند ديكلان رايس، فيل فودن. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام، راحت عند فيليبس، وصلت إلى ماونت، تسديدة ممتازة للتقدم. يا رب، ستيرلينج يسجل، يبدأ، يأتي بالأول، يقص الشريط، يشعل الأجواء، يشعل المباراة أكثر فأكثر. الله يا رحيم، يعود اللاعب من جديد. فرنسا متأخرة بهدف الآن، لم يكن هناك ردة فعل. جون ستونز، كايل ووكر، فيل فودن، فيليبس، راحت عند فيليبس، هاري كين، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة. شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة. المسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن 2-2. توقيت ممتاز في التدخل، إبعاد الخطورة في هذه اللحظات. كومان، الصافرة تعلن نهاية الشوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. ضربة بداية الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة توضح حجم الألم التي تعيش فرنسا في شوط المباراة الأول بالتأكيد من هذا اللقاء. يتقدم إلى الأمام ماونت وفيها خطورة، الدفاع في الموعد لكن الكرة لم تنتهي. كومان، كومان بيعدي فيها، بمر، بيعدي، لم يعد التعادل بعيدا، هدف واحد فقط يفصل عن الفريق. فرصة نشاهد الهدف مرة أخرى، مجهود فردي كبير في الانطلاقة والمراوغة والتجاوز حتى وضع الكرة في الشباك. تستأنف هذه المباراة من جديد بعد أن قلصت فرنسا الفارق إلى هدف وحيد. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. بهدوء يحافظون على الكرة، شوف الاستحواذ، شوف بناء الهجمة. مبابي، بمر فيها، بعديه، يعودون في النتيجة بعد تأخرهم بهدفين، وبعد أن ظن الجميع أنه لا مفر من الهزيمة. نتابع الهدف في الإعادة، مجهود فردي ممتاز، مهارة عالية في الإنهاء أمام المرمى، والكرة في الشباك.
هدف التعادل لمشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. مبابي ممتاز في قراءة اللعب، ركلة حرة للمنتخب الإنجليزي. واضح المدرب راح يجري التغيير في هذا التوقيت. فيليبس وصلت عند ديكلان رايز، يحصل على المساندة في هذه اللحظات. بيسدد الآن، تسديدة بتروح بعيدة عن المرمى. سدد بقوة لكن ما فكر في ركن الكرة بشكل سليم. 8 دقائق تفصلنا عن نهاية اللقاء. أداء هذه كرة هدف الآن، ويرتكب. لم يسجل هذه الكرة، ضاعت الفرصة. كرة كانت قريبة لكن سددها خارج المرمى. لا يمكن أن تضيع مثل هذه الكرة. حكم المباراة تضيف دقيقتين كوقت بدل ضايع. رحيم ستيرلينج راحت عند فيليبس، بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. مباراة شاقة ومرهقة ستكون على اللاعبين مع انطلاق ضربة بداية للشوط الإضافي الأول من المباراة. تدخل ممتاز يبعدها إلى رمية التماس. تدخل ممتاز بيخلص الخطورة من منطقته. وصلت عند ديكلان رايز. فيل فودن، الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة. كريم بنزيما، تدخل في هذه اللحظات، استخلص لهذه الكرة بشكل مثالي. المدرب الآن راح يزج بلاعبين دفعة واحدة. المتعة تتواصل مع الشوط الإضافي الثاني و15 دقيقة أخيرة لحسم هذه المواجهة. حلو التدخل، شوف افتكاك الكرة بدون خطأ. يبعد الخطورة في هذه الكرة. أداء إيجابي من جانب المنتخب الفرنسي في الملعب، واضح بأنه يحاول أن يحقق فوز قاتل في اللحظات الأخيرة. متبقى حتى الآن 3 دقائق من عمر اللقاء. تدخل ناجح على الكرة. والآن تبدأ الدراما مع أول ركلة ترجيح. في المرمى من علامة الجزاء. تنفيذ ركلة الجزاء يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى خبرة. وهدف من ضربة جزاء. عليه الحفاظ على هدوء في هذه اللحظات. الله على التصدي، حارس المرمى في المكان المناسب. تصدي وردة فعل سريعة. ياخذ نفس، الهدوء مطلوب قبل التسديد. يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. ركلة غلط حارس المرمى، دقة كبيرة في التنفيذ. ممتاز لوجهة الكرة. الحارس يوقف ركلة الترجيح. لابد أن يحافظ على تركيزه في هذه اللحظات. يضع الكرة في الزاوية السفلية. تنفيذ رائع من اللاعب. ركلة الترجيح حساسة للغاية، لو ضاعت لن تكون هناك فرصة أخرى.
ضربة جزاء ناجحة في الشباك. التركيز مهم في تنفيذ ركلات الجزاء. ممتاز الاختيار من اللاعب، زاوية صعبة على حارس المرمى وكرة في الشباك. يا رب، ردة فعل سريعة من حارس المرمى. الله على هذا التصدي. Thank you.